السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الموقع الممتاز اللي جوجل عاملاها اللي يخليك تبدأ تشوف أغرب حاجات أو الفنون على مستوى العالم أو الأماكن الأثرية على مستوى العالم، فتقدر تختار. وليكن مثلا هنختار الأهرامات ونشوف بيتعامل معاها إزاي. أي ده الأهرامات تقدر تشوفها زي ما أنت عايز، 360 تقدر تعمل زوم على أي حاجة أنت عايزها، تمام. فتقدر تختار أي حاجة على مستوى العالم وتقدر تشوفها زي ما انت عايز كأنك موجود في قلب المكان دوت.